كل يوم سبت. احنا مجموعة ثابتة يعني الاخوان هنا، والاغلبية كليات النساء، فاحنا كل سبت بنيجي. حاليا صار لنا 20 سنة بنيجي كل سبت، هذا زي فرض الصلاة والصوم. في رمضان بنيجي كل الأسبوع تراويح، بعد صلاة العصر بنصلي هنا المغرب والعشاء وصلاة التراويح بنروح. مثل الأرض والسماء، إحنا هنا وين ما إحنا موجودين فيش محل بتخبط عليه إلا صلى في جبهة رسول. الحمد لله رب العالمين، ربنا منعم علينا، وإن شاء الله بتظل الصحة والعافية علينا من ربنا، بنضلنا نروح ونيجي بإذن الله. أنا شخصياً وإحنا كل المجموعة تبعيتنا مشتاكين لرمضان، اللمة تبعيتنا والقعدة تبعيتنا والصلاة والتعبد. شهر رمضان نتفارقوش من مرة 30 يوم. الحمد لله رب العالمين، نيجي إحنا والعيال، نطلع باز، نطلع اثنين، نطلع ثلاث، نوصل 7 و8، من كلا نسوي الأوكاد. شدة قوية يعني، جبل الشيخ بطلنا نروحه مشان الأقصى، مشان نقعد بالأقصى. ما لناش نقطة ثانية، اللي نيجي نشرها أمام الأقصى بحاجة، بحاجة إلنا، إذا بدناش تيجي عليه ما ضلش شيء. بقدرش أفارقه، بحبش أروح، قسما بالله ما بحب أروح، أقسم بالله. بس شو بدنا نسوي، نصيبنا، فبدنا نكون يعني إلنا، ما فيش مفر، فيش مفر، إذا بدناش راع الأقصى. الله أكبر، أول شيء بشتاكل المكلوبة. تقرب المقلوبة وقت الأقصى؟ نعم. عمرك ولا مش أنت سجلتيها مع المحل؟ بقلب أبوها.